مين تمام. المسؤول عن اللقطات دي؟ طيب معلش هسألك سؤال بس كمان، اتفضل. هل الاتحاد الافريقي لو هو مسؤول طبقا للي احنا عرضناه، الجواب تمام اللي بعته للاتحاد المصري والاهلي والزمالك، حلو. هل بيبقى هو لوحده المسؤول ولا بيبقى انا في هقول تنسيق حاجه حصل بقى، المفروض ما بينكم ما بين الطرف اللي هيستضيف المباراه اللي هو نادي الزمالك؟ فطبيعي بالتبعيه المسؤوليه بتكون برضو على نادي لا الزمالك حضرتك لو انت يتحملها. رجعت للجواب تاني، انا ما عندي، انا يعني عايز اوضحها لحضرتك كده يلا. بالظبط. لما ترجع تاني للجواب ده بكل تفاصيله، هو ده الدستور اللي مشي عليه، هو المسؤول عن كل حاجه. انا هفاجئك بشويه يلا معلومات كمان وانا ماشي شاهد عين عليها. اوكي. المنظر ده حصل ليه؟ لان حضرتك وزاره الداخليه لما بتامن المباريات وبتبقى موجوده، الصف الكراسي اللي هو ملاصق للسلم اللي هي الممرات بيبقى خاليه ليه؟ لان الصف ده كان بيقعد فيه عساكر. على فكره الاتحاد الافريقي ظلم نفسه، ايوه. ظلم الشركه الافريقيه اللي هي كانت المفروض بتقوم بالتامين، وظلم نادي الزمالك وظلم جماهير على فكره الشركه الزمالك الافريقيه دي دايما بتنظم مية الامور مية، بمنتهى الجمال وحطوا وجهه نظرهم في الاجتماعات. الاتحاد الافريقي قال لا احنا عارفين احنا بنعمل ايه، دي مش اول مره. واللي كان بيقود الاجتماعات دي مين؟ اتنين، سكرتير عام الاتحاد الافريقي ايوه. ومدير الامن الاتحاد الافريقي. خلاص الاتحاد الافريقي كان معاه اكتر من 1500 شخص هم اللي جايبينه. ماشي. لو حضرتك رجعتوا كده في لقطات هتلاقي ناس كانت هاتوا اللقطات لابسه تاني من بدل الاول يا احمد. سودا وبدل كحلي. ماشي. خلاص في منهم افارقه وفي منهم اوكي. يعني مش افارقه. خلاص دول اللي كانوا مسيطرين على الاستاد. تعال بقى هقول لك على لقطات مهمه اللقطه دي صعبه المقصوره. قوي يا جماعه. مين ما تعرفش مين الولد اللي لابس قميص ابيض ده والنبي؟ لا ما شاء ما لا ما يعني اعرفوش. طب مين اللي بيمسك مصطفى شلبي بيعمل كده؟ يعني لا ما انا شاء. ده هو ده هتجنن. حد من ده حد من الامن، ده كان يعني معلق يعني لاسلكي بتاع هتجنن. امن ما اعرفش مين. لكن شايف اللي انت ماسك اللي لابس بدله ده، ده هو ده من ضمن الناس المنظمين التابعين لاتحاد الكوره الافريقي. لكن خليني انا اقعدك في لقطه مهمه، ليه المقصوره الرئيسيه اهو في بقى ده قطع هو بعض. صح. ده دول اوكي بتوع الاتحاد الافريقي. اوكي ادي شيكابالا وزوجته. تمام. ليه هقول لحضرتك وابنه احنا طبعا قاتل. وصلنا ليه وصلنا للمشهد ده؟ يعني عشان بص بص اللقطه دي معلش تمام هخليك تكمل. ارجع اللقطه بتاعت زوجه شيكابالا وابنهم ادم. يعني الولد، هات لي اللقطه يا احمد. الولد متأثر جدا بالزحمة، والآن من الزحمه، زحمة أكيد ووالدته مخضوضه جدا، وبصراحه كان موقف صعب الله يكون في أكيد عونهم. يعني أكيد. هل أنت متخيل بقى إن أنت عارف إن أنت مثلا كلاعب زي شيكابالا أو أي لعيب عارف إن مراته وابنه قاعدين في المكان الفلاني هينزلوا إمتى والممر خالي؟ طب الممرات ليه ما كانتش خالية؟ لأن زي ما بقول ما لحضرتك كده، قول لي بقى. لأن الاتحاد الإفريقي ومدير الأمن بتاع الاتحاد الإفريقي هو اللي طلب من الشركة الأفريقية إن تكون حاطين الأفراد اللي لابسين برتقاني دول فين؟ تحت اوكي مش فوق. ماشي. اخلي لي المدرج، يعني خلي ده المدرجات بناء خالية. على طلب الاتحاد الافريقي. طبعا. وكانوا بص بقى، بص وكمان وفقا للجواب اللي حضرتك عرضته ده، لما حضرتك تبص عليه تاني هيقول لك إيه؟ وإن السلطات المحلية